توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية توج فريق طموح بلقب بطولة سموه الرمضانية 11 لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق باتيلكو جينرز يونايتد 5-3 والتي أقيمت أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن دورة سموه بدأت تأخذ بعدا جديدا من خلال ملامستها للعالمية في نسختها 11 بعد أن نجحت الجهود في استقطاب نجم فريق ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيما وحضوره للمباراة النهائية للدورة. وأضاف سموه إننا نعرب عن تقديرنا الكبير للنجم الفرنسي بنزيما لحضوره المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم وإن تواجده كان له أثر إيجابي على الدورة وحضورها الجماهيري باعتباره يمثل الواجهة المشرقة لكرة القدم العالمية لما يتمتع له هذا اللاعب من أخلاق رياضية عالية وروح متعاونة وسمعة طيبة فضلا عن إنجازاته الرائعة التي حققها طوال مسيرته الرياضية والتي كان آخرها التتويج مع فريقه ريال مدريد بدور أبطال أوروبا لكرة القدم. وأشار سموه أنه من أهم الأهداف التي وضعت إلى دورة ناصر بن حمد منذ انطلاقتها في عام 2007 هو الترويج لمملكة البحرين عبر تسخير الرياضة لإبراز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور ونماء في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووعد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجماهير الرياضية بالمزيد من المفاجآت في ناصر 12 وأعرب سموه عن تقديره لكافة رعاة الدورة في نسختها 11 مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين اللجنة المنظمة والشركات من القطاع الخاص والجهات الإعلامية المختلفة والحرص على تقديم الدعم الكبير الذي ساهم في نجاح الدورة. كما أثنى سموه على الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة للدورة والتي كانت واضحة للعيان حيث بذلت جميع اللجان العاملة كل جهد ممكن في سبيل إخراج الدورة بحلة تنظيمية زاهية. ألف مبروك لهذا التنظيم الرائع اللي ولا مثله والحمد لله على المستوى الطيب اللي شاهدناه الحمد لله.